شنت وزارة الداخلية حملات موسعة للتصدي لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلي على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 84 قضية خلال ما يقرب من شهر بمضبوطات بلغت قرابة 11527 طن قمح. مع بدء موسم توريد القمح المحلي وحرص الدولة على تشجيع المزارعين على عمليات التوريد وفقا لضوابط محددة بهدف تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، فقد واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدي لمحاولات التلاعب في منظومة توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية خلال ما يقارب الشهر عن ضبط 84 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي. أبرزها 54 قضية صوامع ومطاحن ومخازن ومحال بمضبوطات بلغت قرابة 11162 طن أقماح و33 طن ونصف دقيق 72%، وما يقارب 4 أطنان ردة. ضبط 30 قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات بمضبوطات بلغت قرابة 365 طن أقماح. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولي أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للقائمين على تلك المحاولات.